اول حاجه كنشكروا النقابه الوطنيه للصحفيين على التاسيس على التنظيم ديال هذا اللقاء. فقط باش نجاوب على السؤال ديالكم، فهذه القضيه ديال الانخراط انا صراحه مستاء منها، لانه لاول مره كنسمعوا بانه فريق كيرفض الانخراطات ديال المنخرطين ديالو، كيف كيسد المقر ديالو وكيستند لشي قوانين اللي ما كايناش، كيجيو من ما نعرفش منين كيجيو صراحه. اليوم عاوتاني في الاجوبه ديال السيد الرئيس ديال الحسنيه، رئيس بالنسبه لي غير شرعي، لان الجمع العام اللي دار ما كانش فيه نصاب، والجمع العام غير قانوني، واللجنه المؤقته التي انبثقت من الجمع العام الاول فهي ما انبثقتش من الجمع العام الاستثنائي. فبالنسبه لي هو كيجاوب، كان استغرب الاجوبه ديالو، لانه 7 شهور ولا 8 شهور هو في الحسنيه اكادير، فمده 8 شهور هذه كان هو نسير مع مده شهرين. علاش ما درناش هذا القانون الداخلي؟ ماذا منعه من توقيف هذا المسار الغير قانوني لفريق حسنية أكادير؟ وحنا جبدنا هاد المسائلات، وكاينين محاضر اللي فيها هاد المسائل، وعطيناها للجنة القانونية اللي كان كيترأسها السيد الكاتب العام، وما تنفذاتش. علاش؟ اليوم أول حاجة غادي نديروها هي هاد الجمع العام الاستثنائي باش نصلحوا القانون الداخلي ديال الفريق. غريب، انا بالنسبه لي هادشي غريب، لانه الا كنا كنشوفوا في السياق، فاول حاجه خصها دار تنقيه البيت الداخلي، نوحدوا لي زيفور ديالنا كاملين باش نقدوا الفريق، لانه في وضعيه صعيبه. اما باش هاد الممارسات ما بقاتش، تسدوا المقر، ما نرفضوا، نختاروا الحبيب سيدينو كيدين الفريق اللي هو رئيس سابق، كيدين له اكثر من 3 مليار ديال السنتيم على الاقل، اللي محسوبه على الاقل. فهذا ودابا كترفض الانخراط ديالو، غريب، ما يمكنش تتصل به، ما يمكنش تتواصل معاه، ما يمكنش غير تسول واش هو بغى بعدا يدي هذاك الواجب الانخراط. اليوم حتى هو ما خصوش يحضر الجامعة الاستثنائي، شكون غادي يحضر؟ كتنتقيو الناس 15 عضو في المكتب، هو بوحدو اللي عندهم الاحقيه بانهم يحضروا، هما براسهم ما كانوش اجور في لادات ديال لاسومبلي جينيرال الاخرى. هادشي صراحه سيء، والحمد لله اللي اليوم خرجنا الراي العام، لانه شحال هذا الشيء كانوا بزاف ديال التجاوزات، ولكن ما كانتش كتخرج. اليوم الفرق هو اننا اليوم كنوصلوا الصوت ديالنا، و 32 منخرط اليوم وقعوا على وثيقه اللي ان شاء الله غادي توصلوا بها في القريب العاجل، لاننا كنستنكروا لهذا الشيء، وكنتمناو ان المكتب الجديد برئاسه امين دور يستفيق ويلم الصفوف باش نقضوا الفارق، لان كاملنا عندنا نفس الغيره. شكرا.